المرأة اللي تخدم وضد أي مرأة تخدم، لكن حبذ إنه لو كان المرأة مش تدخل تخدم تكون في مجال الإعلام. علاش في مجال الإعلام؟ المرأة ما تولي شخصيتها قوية كان ما تخرج المجتمع وتكون عندها تجارب، وفشلها هو نجاحها، في كل فشل تكسب قوة وخبرة أكثر، نظرتها للدنيا تتبدل، وقتها تنجم تحمي عائلتها. ومجال الإعلام يعني المرأة تلقى روحها في مجال التربية والتعليم، خاطر عندها العطل وعندها السبت ولحد ما تخدمش، تنجم تولها بدارها وتولها بصغارها، وعندها الوقت الكافي، عندها 3 شهور عطلة. أفضل مجال بالنسبة لي نجم تخدم فيه المرأة هو الطب وحقوق الإنسان، نظرا للعاطفة اللي يهبها لها ربي، نجم يعني تعطي إضافة في الميدان هذا. المرأة تنجم تخدم في المجالات الكل، على خاطر ما عادش عندنا توا مرأة وراجل، المرأة خاطر نلقوها في المجالات الكل، تعليم، في حاجة، في حاجة الكل موجودة، المرأة ديما موجودة، وتتنجم زيادة تتفوق في مجالات فوق على الراجل فيها. تعجبني في مجال الإعلام خاطر تعطي فيه البلوس، حاول تثقف المرأة خاطر تحس اللي المرأة في تونس ناقصة في مجال التثقيف.